تحياتي هند. انا دائما ملي كنكون غاده للطبيب ديال الدار ولا كنكون غاده للمستشفى، ماشي دائما المستشفى او الطبيب ديال الدار راه كيمريضه، لا خليكم معايا. في السنوات الاولى في هذه البلاد فاش كنت باقا صغيره، كنت دائما كنبقى نقارن مستشفياتهم مع مستشفياتنا في المغرب، تعامل ديال الموظفين، الطبيب ديال الدار، يعني اشياء كثيره كنت كنقارنها. مثلا انا ملي كنجي للطبيب ديال الدار دابا انا كنتسنى طريقه كيفاش كيكون التعامل، يعني التزام بهذاك الموعد، كيعرفك ماشي غتجي عندك موعد صافي وغتبقاي تسناي حتى وافق من النعاس، لا ما كاينش هادشي. داخل المستشفيات الكبرى كتكون واحد الاستقبال، يعني واحد الاحترام ملي كتمشي تجيبي الدواء او الطريقه باش كناخذوا الدواء حاليا، بحال مثلا هاد هاد الصيدلية، كاينة صيدلية لداخل ودائما كتلقاي بحال ملي كتجبدوا الفلوس كتجبدوا الدواء، يعني في أي وقت ممكن الإنسان أنه يكون خدام ما عندوش الوقت باش يجيب الدواء قبل ما تسد لافارماسي، كيجي في أي وقت مع الجوج ثلاثة الليل كيدير الكود ديالو وكيتلاح لي بحال الطريقة اللي كنجبدوا بها الفلوس، ولكن بلا كارتا، غير بالكود، غير برقم، وكيتلاح ليه الدواء ديالو كيمشي كيستعمل هذاك الدواء. يعني كاين واحد الراحه كتحسي بها، ماشي كتعبي بحال حنا مسكين بنادم هز الكليشي ديالو كيمشي من سيرفيس لسيرفيس، وبحال غير السكانير، بحال دابا هاد السكانير ربما اي واحد فينا دارو، كنكونوا نديروه ملي كنكونوا نعانيو من شي مرض باش يعني كتكون عندنا شكوك، يعني ملي كنديرو كنرتاحو. الطريقه ملي قبل ما يديرو كيقول لك يلبسوك بيجاما ويقول لك راه غتسمعي التقرقيب وغيكون سخونيه وهادي، وفي المغرب باش ديري السكانير عرفتي اش خصك، ما هي وما لونها. هنا كتشوفيهم بحال شي خليه النحل، كلشي خدام، ماشي بحالنا حنا وحده جايه دايره الدبالج وكتقرقف في الطالون، نو 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 نو. والبلوك ديال العمليات الجراحيه يعني ارقى ما كاين، حتى في المستشفيات عندنا حنا اللي بريفي ما كيوصلوش لهاد العنايه اللي كاينه. كمل الطريق ديالي لا مجال للمقارنه. قناتنا طبيعه الحال شعار ولا للتفاهه لا للملل لا للميوعه، نعم للافاده. اذا عجبتكم القناه تشتركوا فيها، وهند تحييكم.